الحراك هذا الوسيلة الوحيدة اللي قدرنا نتوصل إليها بعد عناء 50 سنة من الاضطهاد والظلم. بس هذا الحراك هو أملنا وهو أمل صار أمل الأمة العربية وأمل الإنسانية إنه تتحرر الشعوب من الاستبداد ومن الأنظمة المستبدة واللي هي دعمها المحفل الماسوني واللي هي مصيبتنا ومصيبة العالم. لأهل الكرامة نقول لكم صباح الخير، صباح الخير للأحرار، للشرفاء الذين يتواجدون منذ فترة طويلة في هذا المكان ليعبروا عن انتفاضتهم من الذل ومن الاستبداد الذي صنعه هذا النظام المجرم الذي هلك كل الشعب، الذي دمر كل سوريا، كل محافظات سوريا. الله يرحم شهداء إدلب وشهداء غزة. نحن من الساحة مش طالعين، طلعتنا من الساحة مقتلنا، واللي مراهن على الوقت خسران. نحن اللي عم يراهن على الوقت خسران، قد ما طولنا قد ما صار في عندنا نقابات حرة، الهدف منا إيجاد الشخص الشخص الكفؤ بالمكان المناسب. من ساحة الكرامة موجه تحية لأحرار العالم كلياتهم، ومن وجه لهم رسالة ما حدا يراهن على هذا الحراك. نحن بجمعية سماحة الشيخ أبو سلمان حكمة الهجري مستمرين بهذا الحراك لتحقيق أهدافنا وتحقيق النصر. إننا مستمرين بهذا الحراك السلمي، الحراك الذي يحتذى به أمام كل أنظمة العالم. نحن مستمرون مهما كلف الأمر، ونقول للطغاة والجبناء مهما تماديتم بنذالتكم وأنجالكم إننا مستمرين ولن يزيدنا إلا إصرارا وعزيمة.